هنتكلم على كلايمت تشينج. انت سامعني؟ سامعني يا باشمهندسين؟ اه تمام يا باشمهندس. اه تمام يا دكتور. اه يا دكتور. في شاشة باينة عندكم؟ تمام. هنتكلم على الفيتال ساينس اللي بتبين ان عندنا كلايمت تشينج بروبلم. ايه الفيتال ساينس دي؟ اول حاجه الكربون دايوكسيد، الكربون ثاني اكسيد الكربون في الهواء الجوي. ده جراف بيورينا من سنه 2006 ل 2020 الشكل بقى ايه؟ عد سبتمبر 18 لحد 20 كمان. بقى بتكلم على 409 جزء بارت بالمليون بعد ما كان 380. لما اشوف الهيستوري بتاعنا لو بتكلم على قبل سنه 50 بال 500 سنه هجد ثاني اكسيد الكربون بيتحرك في رينج من 280 الى 180 طول السنين لحد سنه 50 1950، وبعدين نط فوق الى الكارنت ليفل اللي هو 409 و410 يعني في الرينج ده دلوقتي. لو بتكلم على ده بيتا ساينس اللي هو نسبه الكربون في الهواء. البيتا ساينس الثاني درجات الحراره. درجه الحراره بعد ما كانت بتتكلم على، لا متاسف، ده نسبه ثاني اكسيد الكربون اللي زادت. لو بتكلم على الحراره هجد انه ده الديستريبيوشن بتاع توزيع درجات الحراره من 1380 حتى الان عند 17، زياده بحوالي مقدار 0.9 ديجري سنتيجريد، يعني ده حوالي درجه ديجري سنتيجريد ارتفعت حراره الكره الارضيه. وده طبعا دليل مؤكد، ده قياسات زي ما كنت بقول مش آراء، دي قياسات. لو بتكلم على التوزيع بتاعها من سنة 1884 إلى الآن لسنة 2017 هجد التغيير واضح، إن التغيير في درجة الحرارة في حدود 3-4 درجات في بعض المناطق من 1848 حتى الآن. فده very clear indication لارتفاع درجة الحرارة في هذا الوقت. لو هتكلم على الانتوكتيك او ارتيك سي ايس مينيمم، انا بتكلم على ان كل 10 سنين بنزل 18.8% من الكفرنج بتاع الايس على الكرة الارضية. فسنة 1880 كان عندي 8 مليون سكوير كيلومتر ايس، الان بتكلم على حوالي 4.8 سكوير مليون سكوير متر مربع من الايس. فرق كبير قوي، وده الاقلال عبر السنوات. الدليل القاطع الثاني، ادي صوره ساتلايت ايمج سنه 1979، ادي الفوتو بتاعت الارتيك سي ايس سنة 12 قلت بمقدار الحتة دي، سنة 18 زادت المقدار من هنا ومن هنا، الإقلال التلج قل في القطب ده بالقيمة اللي باينة عندك دي. ده دليل مؤكد، دي فيتال سايتس. الايس شيتس اللي في الكرة الأرضية اللي مغطية بعض البحار وغيره عمالة تقل بهذا المقدار، يعني حوالي 127 برير، يعني 127 جيجا طن، 1000 طن برير نازلة من لهذا الرقم في سنة 18، وده من سنة 2004 عمال يقل الايس شيتس اللي موجودة في الكرة الأرضية. طيب دي كلها فيتال ساينس مؤكده.
ارتفاع سطح مياه البحار، أنا عندي في السنة 3.2 مليمتر بير يير، بنطلع يرتفع سطح البحر 3.2 مليمتر كل سنة. فلو بصيت على الارتفاع أجد إن أنا مستوى سطح البحر بيطلع بالريد ده، إجمالي لسنة 2018 عندنا حوالي 86 مليمتر، 86 ملي يعني 8 سنتي و6 من عشرة زاد مستوى سطح البحار. لو أتكلم على السي ليبل من 1880 لحد الآن أجد آدي التشينجز بالمليمتر ورايزنج، يعني بيزيد، يعني الاكسبكتيشن ان احنا في نهايه القرن بنتكلم على كميه ارتفاع اكتر بكتير من كده، سواء كان في درجه الحراره او في معدل انهيار الثلج او في معدل زياده سطح البحر. الان هنتكلم على الافكت تاني بتاعه الكلايمت تشينج. اول حاجه في الافكت بتاعنا انا بتكلم على بوتنشال جلوبال كلايمت تشينج، يعني دراوتس يعني عطش ما فيش مياه تنزل لفتره طويله، ده كارثه على البشريه، لان احنا بنتكلم على انه هيحصل انه ناس مش هتلاقي تاكل نتيجه ان مفيش زراعه، حرائق تزيد، الهيريكين تزيد، فعندنا كميه كبيره من المشاكل ممكن تنتج من هذا الكلام. اللوس اوف ايس تي ايس ده هيؤدي الى مشاكل كتيره مهمه، ارتفاع سطح الميه واحد منها. يعني الفيوتشر بقى هيعمل ايه؟ المستقبل لو استمرنا على كده هيحصل ايه؟ هيحصل الافكت ده هي اللي هما سبعه افكت مهمين قوي. واحد، الحرارة هتستمر في الزيادة. اتنين، هيبقى فورست فري سيزون، يعني ما عندناش مزروعات هتطلع، وهيطول الموسم بتاع الحر اللي هو الصيف. تشينج ان بارتيسيبيشن باترن، ده حاجة مهمة جدا، الأمطار اللي كانت بتنزل في الحتة الفلانية مش هتنزل، هتنزل في حتة تانية، مما يعني ان في أنهار هتقل المياه فيها. وبكلم مرة تانية على العالم، هيبقى عندي تأثير حاجة كبيرة قوي. More droughts and heat waves، هيحصل عطش كتير وموجات حرارية هتزيد قوي، وبعض المدن مش هيبقى الحياة فيها ممكنة، هتبقى ما نقدرش نعيش فيها. وكمان الهيريكين will become stronger and more intensive، والسي ليفل مستوى سطح البحر هيزيد بقيمة من 1 لـ4 أدم، يعني الأدم اللي هو 33 سنتي، فهيزيد من 1 لـ4 باي 2100. It's a disaster، ده كلام مشكلة ضخمة. Arctic likely to become ice free، لو القطب الشمالي والجنوبي ما فيهمش تلج فاحنا هيتغير شكل الحياة في الكرة الأرضية بشكل كبير. فالفيوتشر إفكتس لو دول الملخص بتاع التأثيرات، لو أتكلم على واحدة منهم، واحدة ارتفاع درجة الحرارة ده هيعني كثير جدا، هيبقى في بعض مدن من العالم مش هتقدر تستمر فيها الحياة. لما بتكلم على الفورست فري سيزون، مش هيبقى عندي زراعة بالشكل اللي احنا عارفينه، هيبقى كميات الأراضي المزروعة أقل، يعني معناها مجاعة، ما لهاش معنى تاني غير مجاعة، لأنه المنتجات اللي بتتم هتكون أقل من اللي موجودة بشكل كبير. الفيوتشر إكسبانشن تاني، البارتيسيبيشن باتر، الحياة البرية والبحرية هتتغير بشكل كبير جدا، البحيرات المياه العذبة هتقل، هتتغير. More drought and more heat، طبعا الدراوت ده كارثة، لما بيحصل جفاف في أفريقيا بنشوف المجاعات، الناس بتموت من الجوع، فاحنا بنتكلم على ديزاستر كبيرة.
لما يبقى عندي الهيريكين will become stronger and more intensive، يعني لما توصل السرعات بتاعت الرياح لأرقام عالية جدا 360 من أسبوع حصل في لوس أنجلوس، هيريكين دمرت تلات أرباع المدينة في متأسف في كنتاكي في أمريكا، دمرت جزء كبير من المدينة، واللي منكم مهتم هيشوف الكلام ده حقيقي بيتم الآن. طبعا احنا بنتكلم على ديزاستر، لما مستوى سطح البحر يطلع بعض المدن هتغرق، هتبقى المياه هتغطي الشوارع فيها. دي الألمات اللي الفيوتشر بتاعنا هيبقى لو استمرينا بهذا الكلام، الدنيا هتتغير خالص والحياة هتختلف جدا. طيب الفيوتشر افكت اخر حاجة كانت ادي القطب الشمالي، لما كنت بقول التلج كان الخريطة بتاعته كانت كل ده، سنة 12 صغر بالحجم ده، شوف ده الاثر الاولاني، وده الجزء اللي فاضل بعد ما جزء داب، جزء مرعب، كمية كبيرة ضخمة. طيب احنا نقدر نمنع الكلام ده؟ نقدر نعمل هذا الكلام ونقدر نقلل من هذا الإفكت السيء، فيبقى أستخدم رينيوبل إنرجي، طاقة جديدة ومتجددة بدلا من الوقود الإحفوري. طاقة جديدة زي الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، السيرمال باور اللي في الأرض، فإحنا خدنا محاضرة عن الجرين تكنولوجي أو الجرين إنجينيرينج، نقدر نعمل إيه؟ دي وسائل تخفض دي من الحكاية شوية. اتنين، اعمل انرجي افيشنسي، الحاجة اللي بتستهلك كيلو وات اخليها نص كيلو وات، اعمل كفاءة اعلى في المنتجات عشان نقلل من استهلاك الطاقة. على سبيل المثال استخدم ليد لايت بدل اللايت اللي احنا بنستخدمه العادي وغيرها، ده بس ايه شوية حاجات. ثالث حاجة، نعمل sustainable transportation، وسائل نقل sustainable يعني مستدامة، يعني ما تستهلكش طاقة أعلى وتقلل من انبعاث CO2. الانفراستراكشر بتاع المدن كلها وبتاع الدول كلها يبقى sustainable، يعني مستمر، يعني في استدامة، يعني بيقلل بشكل كبير كمية الطاقة المستهلكة فيه. احنا هيبقى عندنا امباكت على الريفر نايل، هيبقى عندنا امباكت كبير على نهر النيل، وبالتالي احنا محتاجين نبص على الموضوع ده بشكل تاني. الكونتريبيوشن بتاع مصر في السي او 2 مش عالي، يعني احنا بننتج حوالي 13% من كمية ثاني أكسيد الكربون اللي بتنتجها أفريقيا، مش رقم ضخم لكن رقم. فإحنا محتاجين إن لو حصل تأثير في كلايمت تشينج على مصر، هيبقى عندنا تأثير مهم قوي على في مصر على الووتر ريسورسز. طبعا المية بالنسبة لنا مسألة حياة، أول حاجة هتأثر علينا المية، وبالتالي هيتأثر على الزراعة، على الصحة، على البابليك هيلز، على الهاوزنج والساتلمنت، على الكوستال زون. يمكن زي ما بقول انه كان المؤتمر، بالمناسبة المؤتمر بتاع الانفايرمنت السنة الجاية هيبقى في مصر، هنا بتاع العالم في شرم الشيخ السنة الجاية، ده مؤتمر مهم قوي اللي كنا قلنا عليه، اللي هو كان في جلاسكو من اسبوعين ثلاثة، واتكلموا على بعض المدن تقرأ الكوستال زون اللي هي منطقة اسكندرية وغيرها هتختلف، الفيشر اللي هي الفيشنج الحياة البحرية هتتغير، التليكوميونيكيشن هتتغير، ده تأثيرات على مصر مباشرة. هيبقى تأثير على أيضا على التورست، على السياحة في مصر هتأثر بكتير قوي. طبعا لا قدر الله لو السيناريو ده تم، نتكلم على تأثير على السياحة وعلى الزراعة وعلى settlement وعلى الووتر، it's a lot of big problem يعني.
الووتر ريسورسز اصلا احنا عندنا نقص في المياه، احنا من الدول اللي بقينا فقيره في المياه، وده خريطه توضح لك المناطق اللي فقيره بقت فقيره في المياه من غير الكلايمت تشينج. بعد الكلايمت تشينج هتبقى أسوأ، هيبقى في امباكت كبير من المياه لو استمر استهلاك البشريه لانتاج الكهرباء بالشكل الحالي. ده اللي كنت عايز اقوله في الكلايمت تشينج. الكلام ده انا جبته منين؟ انا جبته من ساينتفك كوميتيز وساينتفك سيناريو من اماكن كتيره معينه محدده. فانا عشان اقول الاماكن دي هختصرها: American Society for Advanced Science، American Chemist Industry Society، American Geological Union، American Medical Association، American Meteorological Society، American Physical Society، The Global Society of America. دي الحاجات اللي انا جبت منها الداتا بتاعتي. طيب الحل ايه اللي كنت قلته من دقيقة؟ ان انا اعمل reduce the emission، واعمل ما يسمى بالميديجيشن، واعمل adaptation، اترجم اللي انا كنت بقوله انه احنا نعمل renewable energy الى سياسات بقى، الى حاجات واضحة. فاعمل reduce the emission واعمل adaptation للclimate change. ازاي الميديجيشن؟ اتكلم على الميديجيشن الرئيسي، توليد الطاقة من الشمس، من الرياح، من المصادر الرينيوبل. ده الجزء الأساسي. فاحنا في مصر بدأنا في هذا المجال وماشيين فيه، وإن شاء الله نوصل لنتائج كويسة قوي. دول العالم بتحط تارجت، بتقول أنا سنة 45 هقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ب 50% أو 40% أو 60% طبقا للإيه؟ للريسورسز الرينيوبل اللي عندها. اوروبا عندها ويند انرجي كويسه، الميدل ايست عندنا شمس كويسه، وبعض الاماكن اللي فيها كمان ويند. الادابتيشن ان نعمل سياسات عشان اقلل من استهلاكاتي، وعشان اقلل من فيوتشر بروبلم بكلايمت تشينج. الكلايمت تشينج ده حاجة مهمة قوي، بنعمل لها adaptation عشان أقلل من استهلاكاتي. عشان أدخل الموضوع ده في الـ EIA ده حاجة مهمة. أدخله إزاي؟ إن أنا أي مشروع أقلل من الجرين هاوس جازز اللي بتنتشر منه، أقلل من انبعاثات اللي ناتجة من المشروع. يعني مثلا هعمل مطار جديد، احاول السطح بتاع المطار احط سولار سيستم عشان اقلل استهلاك الكهرباء، يوم اقلل استهلاك الطاقه مثلا. وهكذا في كل مشروع استخدم في المشروع كله ليد لايت يقلل استهلاك الكهرباء. ده اللي انا بقوله في الاي اي اي. يبقى الاي اي اي احاول ادخل البوليسيز بتاعتي في هذا الموضوع. لو بنختصر اي 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 انا بعمل مجموعه من الخطوات. سكوبينج يعني بريمنري اولي قوي، انا هطلع غازات ولا مش هطلع؟ هطلع. هعمل محطه كهرباء، فالسكوبينج هنا انا هطلع الطاقه بتاعتي هتيجي من ايه؟ من حرق وقود ولا هتبقى طاقه شمسيه؟ طبعا طاقه شمسيه اهلا وسهلا. لو هطلع من وقود لا، افكر في بديل. الداتا بتاعتي اعمل لها كولكشن، المساحه اللي انا محتاجها قد ايه، الكميه بتاعت الوقود لو انا محتاج وقود احتاج قد ايه. دي حاجات اساسيه قبل بدء الدراسه. بعد كده اعمل اناليسيس للانفايرمنتال افكت بتاعي، هيبقى عندي غازات طالعه ولا مفيش، هيبقى عندي تاثير على المياه ولا مفيش، هيبقى عندي سورسز كتيره لمشاكل بيئيه يا لا. بعد كده اعمل ايدنتيفيكيشن للميتيجيشن ميجر، الوسائل
اللي انا هعملها للخفض والاخلال والحد من الاثار البيئيه السيئه للمشروع ايه. بعد كده لو المشروع مشي اعمل مونيتورنج اند فولو اب، مونيتورنج يعني مراقبه، واعمله فولو اب اتاكد من الحاجات اللي انا عملتها في الميتيجيشن ابتدت تتنفذ. ده الملخص اللي احنا بنقوله في هذا المجال. فانا عايز دايما اعمل بريمنري اكس اناليسيس للجرين هاوس جاز اللي طالعه من المشروع واقللها بقدر الامكان، واحنا في مصر بنعمل حاجات مشابهه لهذا الكلام. فانا عايز اقلل لل ان او النوكس والسوكس والسي او اللي طالعين، واعمل لهم مونيتورنج واتاكد ان انا بقللهم فعليا بشكل كامل. ده اللي كنت عايز اقوله في الكلايمت تشينج. حد عايز يسالني حاجه في الكلايمت تشينج؟ طيب انا هنزل لكم شيت عباره عن بروجكت هنزله يوم الاحد ان شاء الله، هيكون فيه احنا عايزين منكم تعملوا ريبورت عن احد المشاريع اللي فيها اي اي اي، وتجيبوه من على النت وتدرسوه وتعملوه في ريبورت، وهنركز شويه على مجموعه نقاط هكتبها لكم في الشيت اللي هيكون موجود عندكم يوم الاحد ويوم الخميس الجاي نتكلم فيه. الشيت ده هيكون اخر شيت هنعمله اللي هو بروجكت، يعني اخر حاجه هنعملها في الترم ان شاء الله بالنسبه لاعمال السنه. حد عايز يسألني في حاجة؟ يا باشمهندسين. اه تمام يا دكتور. السلام عليكم. تمام يا دكتور. شكرا يا دكتور.